السهم يخطي بعض مرات ويخيب، لا ينكسر عزمك عسى ذاك خيرا، لا بد سهمك لو على راسك الشيب، في يوم بايس كن كبود كثيرا، ومن عزم يدخل دروب المرجلة، لابد ما يصبر لوه موم جبال، لابد ما يصبر لوه موم جبال. يمه وراها العصيدة ثقلت وراش، هذه ثالث مرة وانتي تسوينها. فراش كثرتي الطحين وقليتي الماء، لجل كذا ثقلت عليش. اقول يا رشا وش رايش تعصدين بالبندق؟
وراك يا خال مهاوش. قمر. قمر وراش شاهين. مش بلا شاهين. تعالي بنيتي. مهاوش وش صار؟ ما هو وقتها الحين. شاهين 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 عطني الماء يا خال. شاهين 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 لي على زين نظره يا عيوني بدق النص النجم وعمر خيالي وسلي رفاقي ولو ما نفسالي وانساها يا الخبل ابو صالح بالنص. وش فيك يمه؟ وش فيك؟ النطيلة صلي على النبي يمه. يلي ما تنفع واحد. يلا يمه انت قلت لي ما غيرها يومين ويشرد من الديرة تضحك علي؟ ايه يمه هو قال لي يومين ويشرد. هو قال لي غير انه يلعب بعقلك وصدقته. غير انه يمه ينتظر امه تحول له قرود. لانك غشيم وما شفت اللي شفته اليوم. انت تدري وين هو الحين؟ ايه اعرف يمه انه بالمرعى يقطع الحطب. ايه الولد بالمرعى ورشه عنده وظني من نظرات عيونها له انه خطف قلبها. يمه يمه لا هي طيقها ولا هي بطيقه. اسمع يا ولد واكسر الهرج. ترى اذا ولد وضحه ما يهج ويترك الديره بهاليومين تراني اذبحك بيدي. زين زين. لا 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 وش فيك؟ بحلق بناظرك فيني، ما تعرفني؟ لا لا أعرفك، أعرفك بس مستغرب في ماسك الدلة وتنازلت يعني كثير أشوف. لا تستغرب، تراني رثيت لك ورحمت حالك لأنك مريض، ما أنت بخير. بيني فصاحة وبيني. أنا أحسبك أن يعني قد تأدبتي وأنك تعتذري على أنك كسرتي حق الكريمات. على فكرة كريماتي هذه مش رخيصة، كلها ماركة، كلها من خارج اليمن. أتحداك تحصلي بالذات على الكريمة اللي ضربتها. أقول أكسر الحرج الحين، لا تظني أني نسيتك اللي سويته. زدي الآلي وقد ترميني، ما رأيك؟ أكسر الحرج. الحمد لله على سلامتك. والله أني فزعت عليك عقب ما خبروني باللي صار لك. الله يحفظك يا خالة. تعرفي يا خالة أنت الوحيد، أنت الوحيد اللي حبيتك من أول ما شفتك في القرية. وأنت في مقام ولدي وحنا أهلك وديرتك وقعد على خشومنا، وإذا بغيت أي شيء تطلبه مني ولا تستحي وأنا خالتك. الله يحفظك يا خالة، والله ما تقصروا أبدا وقمتي بالواجب زيادة يا خالة. نسيت أني اللي لفيتك للمرعى وانقلت حياتك يا ناكر المعروف؟ لكن المعروف هذه قضية قديمة كانت في الثمانينات أو التسعينات.
آه آه يا رب. هلا بشاهين، هلا ولد اختي وضحى. الله يخليك يا مراحب. الله يخليك يا ترى مقدارك كبر عندي، الحين غبشت من فجة الضي اتحطب. اوه كبر مقداري لما انحطبت. يا سلام يا رب، هذا واجب. انا خلاص يا خال، انا بجد حبيت الديرة، حبيت عيشة الديرة هذه. ما شاء الله عليه شاهين، ما له مدة كبيرة في الديرة، لكنها حب الديرة واهلها. بموت عليه بجد، بموت على الديرة. حياتكم جميلة، شوف النار تذكرني بالآخرة. طبعا الإنسان يعتبر لما يكون الشوك ما شاء الله. شوف شوف يا خال، كل هذا أشياء تجذبني، تخليني أرتاح كثير. هانت يا شاهين، كلها يوم يومين وسلمك الحلال وترعي بالغنم وراح تكسب قروشك بيدك. سلمني الحلال. الحلال قصدك الغنم وال... ايه ترعى الحلال. الله، يعني حلال يعني العيشة بتزداد أكثر. حلال حرام، هذا حرام اللي يعني أننا كنت بعيد على العيشة هذه. يا شاهين، حنا هلك وخوالك للأسف ونعزك، وإذا لقيت قساوة مننا ترى لأجل مصلحتك. أكيد أكيد، أنا عارف أنكم يعني شو مصلحتي، و أنا أدري بمصلحتي إن شاء الله. اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي يا رب. رشا، الحين ما بتعشونا؟ الحين يبا الحين. أنا والله شاهين. الله يخليك يا خال. يا رب يا رب رجع علينا بالسلامة يا رب. يما نحن عطشانين، يما نحن جوعانين. الله يعلم مين راح يقدكم. ما نحن خايفانين. ما تخافش يا بنتي، هذا أمر الله، وإن شاء الله قدكم بيرجع بالسلامة بأقرب وقت. وإيش رأيكم يلا تنزلوا نصلي، نتيمم نصلي وندعي. سمو ابو الرحمن. بسم الله. ليه ما تاكل بالملعقة؟ الملعقة تعمل مشاكل، تلقيني من العشاء. ترى ما بخلاف، تاكل بيدك ولا بالملعقة، غير أنه الأفضل على الآدمي أنه يتعلم عوائد اللي يعيش بينهم. صح صح، وهم كمان يتعودوا عوائد اللي أقل عندهم. الله، يقول لي يا خال، كيف الوالد تعرف على أمي عندكم هنا؟
أبوك كان عامل بسيط يشتغل في الشركة اللي صلحت طريق المفرق. المفرق حق الديرة. إيه. تعرفت عليه وعجبني طموحه وصراره على العمل. وجاء زارنا وعجبته عوايدنا وتقاليدنا وقمنا معاه بواجب الضيف وطلب يناسبني. ولما شاف أمك طلبها للزواج. الله الوالدة ما شاء الله خطيرة أمي هذه وضحها سحرته من أول نظرة. الله العظيم. وين قمر؟ ما أشوفها. قمر خليتي عند مهاوش وخضرة تعشي عندهم. سالفة قمر لا أهلها جاءوا يدورون عليها ولا جاء حد ينشد عنها وسالفتها. والله خال أنا عندي إحساس من حسب ما فهمتوا مني أنت اشترقة عند أهلي وكأني يعني مرتاح هنا بالجلسة. ما شاء الله يا خال أحلى حاجة عندكم في الديرة منظر النجوم في السماء. شوف. إيه صدقت. تشوف هذا النجم الكبير. أشوفه. اللي حواليه نجوم صغار على شكل ملعقة. حانب عند الملاعق يا خال الله خلي. هذا يسمونه النجم القطبي. هو اللي ساعدنا على تحديد الاتجاهات حين نسافر في الصحراء في الليل. فعلا ضروري انه واحد يحدد اتجاهه في. والله يا خال انا سعيد باننا عايش بينكم. انا قلت لك عيش في الديره وراح تعشقها وتعشق رملها بعد. اي والله عشقت الديره و... شفت النجم الثاني هذا حبه برص ان شاء الله. الله الله مبين على الولد انه مرتاح بالقعده مع خاله ورشه. ايه ما يلام الولد نسى انه يطلع من الديره لكن والله وعهد الله ما يقعد بالديره وانا حابس. هي عاد خالي شان ارعي الغنم ونعم مصدقين ارواحهم حرام ما اجلس عندكم بالديره دقيقة واحدة لو تخلوني حتى اقول اجلس كل واشرب هناك والله ما اجلس ما نستاق العيشة حقهم. طيب لهم راعي غنم ونعم بعده ها اقع الراعي الرسمي حق القبيلة. حلو شي تربوني والله ربيكم انا حرام ما اجلس دقيقة. خلي امي ترسل الفلوس بس وحرق التأشيرة وحرام ما تشوف صورتي بس انا خايف امي تتأخر. ما عدتش قادر اجلس حتى ثانية واحدة. ان شاء الله يا رب مش ادبر بياس حرام ما يشوفوني الا بمالي زيادة ان شاء الله. يا الله لا يقول الراس حق الغنم اللي حق الدم قد دخل. انا مش ذاك يا رب. فلوس أرجل بات زين خلها على الله هذا من خير. إيه بكرين كنت شاهين. والله شاهين جاء. هلا سهلا يا مرحب. هلا اخوي شاهين. هلا مرحب اقعد مكان. هلا والله بدها يا شاهين ارحبت. كيف حالك؟ الحمد لله. اقعد يا اخوي اقعد. اي سلامات عزم شر. والله خبروني الحين كنت جاي زورك وانا وفرت عليك المشوار يا حابس. قلت بدل ما تعبك اجي من نفسي. انت تدري يا شاهين انك خوينا ولك في قلبي قدر كبير وما اخفي عليك الحق انه يوجعني قلبي عليك. حين اشوفك في الديره كنه محكوم عليك بالسجن فيها ودي اساعدك
غير إن ودي إنك تقول لي الصراحة، أنت ودك تبقى تطلع من الديرة صدق؟ والله حابس لو بيدي إن لا أتركها اليوم قبل بكرة، أشتي أمشي قبل ما خالي سلمي الغنم. تخيل أنا شاهين من توفيق عبد الرقيب أرعي غنم. والله يا رجال إن ذا خالك عزر فيك والله يسوي فيك ذا الكلام كله، بهدلك وجعجعك وطلعك ونزلك، ما ناقص الا انه يخليك تكنس زرايب غنم الدير. انت ضيف ضيف، ما واجب انه يعاملك بهذا الاسلوب. انت داري ايش اللي مؤخرني؟ منتظر الفلوس من امي والجواز، ولا والله ما جلست حتى دقيقه هنا. انا رايي يا جاهين انك تطلع غبش مع النجم دون حد يحس فيك، ولا تنتظر اتصالها الا في مكان فيه تغطيه احسن منها. كلامك صحيح عابس فعلا، انا ايش بجلس اعمل هنا داخل هذه الديره حقكم؟ احتزم وانا اخوك، ترى ما عندي اغلى منك. اخوي مقناط شاهد ولا مقناط؟ اي بالله كيف عاد البارح، البارح عاد البارح في ذكرك ويقول كيف ذا الرجال يسوي وهذا خوينا وما معه رفاق غيرنا. الله يعينك. ايه اقول انت جهز حالك مع غروب الشمس وحنا اللي بنشردك من الديره. طيب اسمعليش، من اخليش السفر لبعد بكره؟ خير البر عاجله ولا تتاخر. أنا ما بقدر أطلعك من الديرة إلا بالغد قبل أن تشرق. آه كيف بنخرج؟ ها هذا خلها علي بعلمك كيف. يا زينك زينة يا حليلش. السلام عليكم. عليكم السلام. قمر مفتى قلبي مرتاح حبيبي؟ هذه حقك البدرة هذه ليك. نعم ذلك حبيب، روحي روحي العبي. قاعدي يا بنيتي. كيف حالك يا مهاوش؟ انت وش بلاك؟ كيف صحتك الحين؟ الحمد لله. احسن؟ ذلك ها؟ احسن؟ الحمد لله. شوي يعني تليفون مدري ما هو المهم، مقهاي براسي. ايه كيف حالكم؟ الحمد لله. احس قمر تاح عندكم كثير. وانا والله حبيتها كانها بنيتي. وهي تحبكم كثير. مشاعر الطفل عمري ما تكذب. أقول يا شاهين، إيش رأيك تخلي قمر عندنا؟ ترى طول عمري أتمنى أكون أم، بس ربي ما أراد. وإيش رأيك تخلي قمر عندي؟ ترى أحسها العوض، وأنا وعدك بأشيلها جوا عيني أنا ومهاوش. خلها عندنا نراعيها ونصونها بعون الله. إن شاء الله. أنتم أطيب ناس تعاملتم معي بالديرة، أنت وزوجتك يا مهاوش، ما عمركم أذيتوني بشيء، ما بأمنش على قمر عند أحد زيكم أنتم. اسمع يا مكاوش، أنا بطرح عندكم قمر، بس انتبه يا مكاوش، أرجوكم انتبهوا تزعلوها بشيء. أبشر. أو انتبهوا تخلوها تضيع من الديرة. تعرف مكاوش لو زعلتوها ايش بسوي؟ عارف قمر بنتنا نحطها جوا العين ان شاء الله. ان شاء الله. يلا قمر اليوم ترقي معي عشان ننام سوا. يلا تعالي اليوم تنام عندي اليوم. يلا خاطركم ربنا يحفظكم. بالخير يا شاهين. شكرا لكم، شكرا على المدرسه. يلا قلبي يلا. تصبحون على خير ان شاء الله. شفت ما انا قلت لك ان الولد ده يملك قروش ما عاد بيقعد بالديره ليله واحده. اي بالله صدقت انه اول ما لقى القروش ما توخر بلقيه لعندي. تبى الصدق كنت خايف ان الولد يلعب علينا ياخذ القروش وما يطلع من الديره. قال ان ما هو بهين، لا تتساهل به، تراه ما قال لنا حتى ان معه قروش. ايه هذا ما هو بسيط. زين. يا ليلة
معقول ان الولد المدلل هو نفس اللي تعشى معانا؟ عيونه، نظراته، كأنه ما هو شاهين لو. وانا وش خصني منه؟ ان انصلح حالي فهو النفس اللي شاغلت البالي فيه. لجل من هزمي؟ من هزم ويعرف علي حابس؟ ما هي دي السالفة؟ طب وش السالفة يا رشا؟ أنا مسافر. أيوة أنا مسافر. إيش اللي يقدرني جلسي؟ ما فيش حاجة طلبتني بهذا المكان. كنت أفكر بالقمر والحمد لله. طمنت عليها. إيش اللي جابني لهنا؟ علشان أشوف رشا. مش هذه اللي كانت ما تطيقها شاهين وما تطيق تشوفه؟ ايوه هي. شاهين 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 انك يا ولد شاهين. لا مهاوش. كيفك؟ الحمد لله. أقول يا شاهين، تراني أعرفك من نظرات عيونك، واليوم وضعك ما هم طمني. علامك يا ولد، وراك. أنا مهاوش ذيب البوادي، ولا اليوم لمحتك وأنت تناظر الرشة ونظراتك كأنك تهواها وتريدها حليلة لك. من اللي قال لك الكلام هذا؟ مالك؟ ما يحتاج حد يقول لي، حنا البدو نعرف حتى النوق وش تفكر فيه، وما بالك بالأوادم وشاهين بعد. أنا لازم أمشي من هنا مهاوش، مش أتعلق بحد. ثانيا رشا لا يمكن تفكر بنا، رشا تشي واحد زيه مبندق يكون زيه نفس طباعه. ترى البنية يا شاهين تهواك تريدك، أنا لمحت بنظراتها اهتماما لك وتباك وتحبك. اسمع يا مهاوش، أنت ضروري ضروري تروح ترقد، ضروري تروح ترقد، لأنه قبل يديلك حقك يضرب للتهدي. شوف يا شاهين، أنا بقول لك على سر وتحفظه زين ولا تعلم بأي مخلوق. ترى رشا تهتم فيك وتبث بها فيك قدام الخلق وقدام أهل الديرة وخاصة حابس. دخل حابس السالفة إن حابس كان يهواها ويريدها تعرس عليه، غير إنها ما وافقت. حابس ليش تيزوج رشا؟ والحين يظن إنك جيت من المدينة للديرة ليش تعرس على رشا. أها الآن افتهم لي ليش حابس واقف معي مشجعين على الهربة من الديرة. كفر تقلب الكفر اللي وصلنا البلاوي ما تبى غير البلاوي. كفر تقلب الكفر اللي وصلنا البلاوي ما تبى غير البلاوي. الله شاهين ليه ما نمت للحين؟ أقول غير نم لجل تقدر تقوم الفجر تسافر. للأسف ما بقدرش أسافر خلاص. ليه ما تسافر؟ والله الفلوس، فلوس اللي معي ما تكفيش. ليه ما تكفيك يا المقبول؟ هي 200,000. وأنت إيش درك إني 200,000؟ ما أدري، ما غير إنها توقعات. إيه ترى حابس ما شاء الله عليه عنده حدس قوي ويتوقع على أشياء قبل حصولها وتحصل.
ما شاء الله ما شاء الله فعلا. أنا أسمع على التوقعات والحدس. إيه. وأنا توقعاتي إنه أمي ما تحولش فلوس، بتأخر التحويل، وحدسي يقول أنا ما بسافرش. للأسف. طيب أقول كم تبقى قروش لأجل تسافر؟ حدسي يقول لي لو هي 400 300 فوق الأولى إن أنا بسافر، لكن توقعاتي تقول لا. عين خير عين خير يا شاهين، بيجي خير إن شاء الله. ان شاء الله. اسمي الاغنيه اللي كنت بتغنيها قبل شويه، البلاوي ما تبى غير البلاوي، تبرع دقله بالكفار اللي وصلنا. الله يا ليلتا. بسرعة ما يقطع الله على آلف، حرام أمي ما كانت تدي لي بيسكة بالسرعة هذه. يمه ما خلصتي؟ أفزعتني الله يهداك يا ولدي. اسموها الله يبلاك يا ولد وضحى، حتى في خرجته متعبنا. أقول يمه ويخليني أخبز له في نص الليالي. أقول أبوك ما خبزت له في نص الليالي. إيه الله يرحمه. أدري يمه، غير لازم يمه نحضر له الزاد. الصبر يمه، ما بقى غير ليلة. أقول اسمع الهرج يا ولد. أسمع. إن ما طلع من الديرة بعد اللي شفناه من وراه أحطك مكان الخبز. إيه أدري يمه، تسوينها. أقول يمه عجلي قبل يقوم حد من القوم وينشد عن اللي نسوي. إيه وعاد هلا درت خضرة بتعلم كلها للديره. إيه. يا خاله ابو حارث بن ناصر حسين بسك. الله يبليش ويبلى طاريش. وش اللي جابش الحين؟ قولي اني قمت من النوم وبالجوع طلعت ادور مين يخبز بذا الوقت وشفتش. اقول يا خاله وش تسوون بذا المكان متخفين؟ ايه لجلحه بس يوزع الصدقات وما حدا يدري فيه. ايه قصدك لجل ما تدري شماله ما تقدم يمينه. ايه ما شاء الله عليش نبيها وتفهمين، وحاسه الشمع عندش اكبر من حجمش. هودا تاخذين الخبز وتنزي ان شفتيني انا وامي. يا خاله ما حلمتش بالسالفه؟ ايه وش السالفه؟ ترى شاهين عطانا البنيه وقال خلوها عندكم. ايه الحين صدقت يمه انه بيطلع من الديره. من هو اللي بيطلع من الديره؟ اقول يا خضره خذ الخبز وتيسري. تشتي أسيبك بس بس ما هوش طيب ما هوش طيب بأمن عليك معه
اعرف اشاهنه معنا في كل موقف. لا الامور طيبه خلاص. اي زين ما يدري ما يدري. قطه. على وين يا حابس؟ يا صبحك الله بالخير يا شيخ. صبحكم الله بالخير والنور. والله رايح نصوب المرعى ويجيب العلف. ايه الله ينزل الغيث يستقي الوادي ويخضر المرعى. اللهم امين. ايه ودك شيء يا شيخ؟ سلامتكم في امان الله. في امان الكريم. الا قول يا حابس. ايه قول يا شيخ. السهم يخطي بعض مرات ويخيب لا ينكسر عزمك عسى ذاك خيرا لابد سهمك لو على راسك الشيب في يوم ذايا سكن كبود كثيرا ومن عزم يدخل دروب المرجلة لابد ما يصبر لوه موم جبال لابد ما يصبر لوه موم جبال في حال